بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات المصرفي. النهارده هنتكلم على كل صناديق استثمار البنك الاهلي المصري ونعمل المراجعه الدوريه بتاعتها للنصف الاول من عام 2023 ونشوف الاداء بتاعها وصل لحد فين، وهنتكلم على كل نوع من انواع الصناديق اللي موجوده بالنسب الاستثماريه الخاصه بيها. اول حاجه هنتكلم عنها هي ايه هي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار دي بتبقى وعاء استثماري في مجموعه من الادوات الاستثماريه. حضرتك بتروح بتشتري حاجه اسمها الوثيقه. الوثيقه دي بيبقى لها وزن نسبي من كل الادوات اللي موجوده في الصندوق، يعني حضرتك كانك اشتريت في كل الادوات اللي موجوده في الصندوق. الفكره فيها ان دلوقتي لما مدير الصندوق بيجمع مبالغ كبيره ده بيديله الفرصه ان هو يعرف يوزع الاموال المجمعه على ادوات استثماريه مختلفه بحيث ان هو يوزع المخاطر ويعظم العائد للمستثمرين بتوعه. زي ما حضرتك كده بتروح بتتشارك انت ومجموعه من الاشخاص عشان تعملوا مشروع معين، وبيجيبوا حد عنده الخبره والمعرفه الكافيه اللي يدير لكم المشروع ده، وبعد كده عشان يعظم لكم العائد ويكبر لكم الاستثمار بتاعكم. نفس الفكره بالظبط في صندوق الاستثمار. حضرتك وحمله الوثائق كل واحد بيشتري مجموعه من الوثائق على حسب المبلغ المستثمر، وبالتالي مدير الصندوق بيجمع المبالغ دي كلها ويبتدي يوزعها على الادوات الاستثماريه حسب نشره الاكتتاب او نوع كل صندوق. بيبقى الصندوق ده بيبقى عليه عائد. العائد هنا ما بيبقاش حاجه مختلفه عن الصندوق، بمعنى ان العائد ده بيبقى عباره عن الزياده اللي حصلت على سعر الوثيقه. يعني احنا في حاجه اسمها تراكمي وفي حاجه اسمها دوري وفي حاجه اسمها تراكمي دوري. التراكمي يعني الزياده اللي بتحصل على الوثيقه بيتم اضافتها على السعر الاصلي بتاع الوثيقه وتفضل تتراكم عليها. حضرتك بتحصل عليه وقت استرداد الوثيقه بتاعتك او وقت ما خلاص مده الاستثمار اللي حضرتك بتحددها بنفسك، لان مفيش اي قيود على المده الاستثماريه للسنه دي، حضرتك اللي بتحدد شهر 2 سنه 10. طول ما الصندوق شغال وهو بيبقى شغال لمدته 25 سنه وبتجدد بصفه عامه، ده المده اللي بتبقى موجوده في نشره الاكتتاب بتاع صناديق الاستثمار، حضرتك بتستثمر زي ما انت عايز، ما بيلزمكش بمده معينه حضرتك تستثمر فيه. وقت ما حضرتك بتعمل عمليه الاسترداد بتسترد الاموال بتاعتك بالزياده اللي حصلت عليها، ده لو نوع مثلا من الصناديق النقديه، لو حصل ان هو صناديق من الاسهم وكان خسر فانت بتسترد السعر اللي موجود ومعلن وقتها. الدوري بيبقى عباره عن ان هو ممكن مدير الصندوق يوزع جزء من الزياده اللي حصلت على سعر الوثيقه او كلها او ما يوزعش خالص على حسب رؤيته، بحيث ان هو يعظم العائد للمستثمرين ويكبر الاستثمار. فمثلا لو انت سعر الوثيقه كان 10 جنيه وصل بقى 15، ممكن يوزع 2 جنيه كعائد للمستثمرين ويقلل سعر الوثيقه بمبلغ اللي تم توزيعه كعائد. يعني هنا سعر الوثيقه في الحاله دي هينزل من 15 جنيه ل 13 جنيه لانه وزع لحضرتك عائد 2 جنيه. ما بيبقاش حاجه منفصله عن الزياده اللي حصلت على سعر الوثيقه، عشان للاسف في ناس بتطلع تعمل فيديوهات ويقول لك ما تستردش قبل توزيع العائد علشان تستفيد ان انت تحصل على العائد وتحصل على الزياده. الكلام ده غلط 100%. ما فيش حاجه اسمها عائد منفصل عن الزياده اللي حصلت على سعر الوثيقه. ده كده ببساطه ايه هو العائد اللي بيحصل على صناديق الاستثمار. في بعض الانواع طبعا بيبقى عليها مصاريف وقت الشراء والاسترداد، وهنتكلم على كل صندوق ايه المصاريف بتاعته لو ليه مصاريف. نبدا بقى نتكلم على صناديق الاسهم اللي موجوده في البنك الاهلي المصري والنسب الاستثماريه المذكوره في نشره الاكتتاب اللي على اساسها مدير الصندوق بيبتدي يتحرك فيها علشان يعظم العائد للمستثمرين بتوعه على حسب كل صندوق. النسب الاستثماريه في الثلاث صناديق اللي هنتكلم عنهم في صناديق الاسهم، الحد الادنى ليهم 30% لازم يتم استثمارهم في الاسهم اللي موجوده في البورصه، والحد الاقصى ليها 95%. وفي نفس الوقت الحد الادنى يكون يستثمر في ادوات الدين والادوات النقديه اللي هي بتبقى سندات حكوميه او سندات خزانه حكوميه بمعنى اصح، ودون خزانه، وممكن ادوات ماليه قصيره الاجل او حسابات جاريه علشان يواجه برضو لو حد طلب ان هو يسترد يبقى في كاش موجود، ما يقولوش لا انا استنى لما ابيع الاسهم. ده الحد الادنى ليه 5% كاستثمار، والحد الاقصى في الموضوع ده 70%. بيبتدي مدير الصندوق يتحرك في خلال النسب دي، يعني مثلا يخلي 70% اسهم و30% ادوات نقديه وادوات دين، او ان هو يخلي 60-40 او 95-5%، بيبتدي يتحرك بالنسب دي علشان يعظم العائد المستثمرين بتوعه. والنسبه الاكبر في صناديق الاسهم بتبقى طبعا في الاسهم. هنبدا بقى نتكلم على الصناديق، وزي ما اتعودنا مع بعض بنتكلم على عائد 2022 وما تم تحقيقه لحد دلوقتي في 2023، وهسيب لحضرتك العائد بتاع 2020 و2021 لو حبيت ان حضرتك تراجعه. واول صندوق هنتكلم عنه هو صندوق البنك الاهلي الثاني، وده العائد عليه دوري وبدون حد ادنى للشراء. سعر الوثيقه يوم 26/6 كان 102.86 قرش. العائد عليه في عام 2022 كان 24.05%. لحد دلوقتي في عام 2023 محقق 21.53%. الشراء ما بيبقاش عليه اي مصاريف، والاسترداد بيبقى عليه مصاريف 2.5 في الألف، والطلبات بتتقدم طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم العمل الاخير.
بعد كده صندوق البنك الاهلي الثالث، وده العائد عليه تراكمي دوري، والحد الادنى للشراء فيه 5 وثائق. سعر الوثيقه يوم 26/6 كان 207.5، العائد عليه في عام 2022 كان 25.77%، لحد دلوقتي في عام 2023 محقق 21.06%. الشراء والاسترداد بيبقى بدون اي مصاريف، وطلبات بتاعتهم بتتقدم طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم العمل الاخير. بعد كده صندوق البنك الاهلي الخامس، وده العائد عليه تراكمي دوري وكمان بيبقى عليه جوائز وبدون حد ادنى للشراء، وسعر الوثيقه يوم 26/6 كان 17 جنيه و84 قرش، العائد عليه في عام 2022 كان 26.45%، لحد دلوقتي في 2023 محقق 22.7%. الشراء بيبقى عليه مصاريف 2.5 في الألف، الاسترداد بيبقى بدون اي مصاريف، والطلبات بتتقدم طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم العمل الاخير. اما صندوق البنك الاهلي المصري وبنك البركه مصر، دول العائد الدوري التراكمي وفقا لاحكام الشريعه بشائر، ده بالظبط نفس النسب الاستثماريه اللي اتكلمنا عنها من شويه بالنسبه للصناديق الاخرى، نفس نشره الاكتتاب برضو فيها نفس النسب الاستثماريه، بس الاختلاف هنا ان هي بتبقى متوافقه مع مبادئ الشريعه الاسلاميه وبعد اخذ موافقه اللجنه الشرعيه على الادوات اللي بيتم الاستثمار فيها، سواء اسهم او ادوات دين وادوات نقديه. الحد الادنى للشراء في الصندوق ده 10 وثائق، وسعر الوثيقه يوم 26/6 كان 129 جنيه و27 قرش. العائد عليه في عام 2022 كان 30.36%. في النصف الاول من عام 2023 لحد دلوقتي محقق 20.75%. الشراء بيبقى عليه مصاريف 2.5 في الألف، الاسترداد بيبقى بدون اي مصاريف، وطلبات بتتقدم طول الاسبوع ما عدا اخر يوم عمل. نيجي للنوع الثاني من الصناديق، وهي الصناديق المتوازنه، ودي بيتم توزيع الاستثمارات على نوعين من الاستثمار. النوع الاول مرتفع المخاطر اللي هي بتبقى الاسهم اللي موجوده في البورصه المصريه. النوع الثاني اللي هو منخفض المخاطر اللي هي بتبقى ادوات الدين اللي هي بتبقى سندات الخزانه وصكوك ودون الخزانه والشهادات والودائع. بيتم توزيع الاستثمار عليهم بحيث ان يبقى في توازن في درجه المخاطر. والنسب الاستثماريه في الصناديق اللي موجوده في البنك الاهلي المصري اللي بنتكلم عنها حسب نشره الاكتتاب، هو الحد الادنى للاستثمار في الاسهم هيبقى 30%، والحد الاقصى هيبقى 70%. بالنسبه لادوات الدين هنا الموضوع بيرتفع عن لما كنا بنتكلم عن صناديق الاسهم كانت 5% الحد الادنى، لا هنا الحد الادنى 30% والحد الاقصى 70%. يبتدي مدير الصندوق يتحرك بناء على النسب دي زي ما اتكلمنا قبل كده علشان يعظم العائد للمستثمرين بتوعه. واول صندوق هنتكلم عنه في النوع ده هو صندوق البنك الاهلي الاول، وده العائد عليه تراكمي دوري وبدون حد ادنى للشراء. سعر الوثيقه يوم 26/6 كان 66 جنيه و45 قرش. العائد عليه في عام 2022 كان 28.81%. في النصف الاول من 2023 محقق 20.62%. الشراء بيبقى عليه مصاريف 5 في الألف، والاسترداد بيبقى بدون اي مصاريف، والطلبات بتتقدم طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم العمل الاخير. بعد كده صندوق الاهلي حياه، وده العائد عليه تراكمي دوري وبدون حد ادنى للشراء. وسعر الوثيقه يوم 26/6 كان 144 جنيه و94 قرش. الصندوق ده بدأ النشاط بتاعه في آخر عام 2021، العائد عليه في عام 2022 كان 25.87%، في النصف الأول من 2023 لحد دلوقتي محقق 19.64% بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد، والطلبات بتتقدم كل أيام الأسبوع ما عدا يوم العمل الأخير. أما صندوق البنك الأهلي السابع أو صندوق الصناديق، فده ما بيستثمرش في أدوات استثمارية بشكل مباشر، يعني ما بيروحش بيشتري في أسهم أو في شهادات أو في ودائع أو في بنوك خزانة، لا بيستثمر في صناديق استثمار أخرى. النسب الاستثمارية بتاعته عنده لحد 95% من الأموال المستثمرة إن ممكن يتم استثمارها في صناديق استثمار أسهم أو صناديق استثمار متوازنة أو صناديق استثمار مؤشرات، وممكن يوزع على أنواع الصناديق الثلاثة. في نفس الوقت متاح عنده لحد 100% من الأموال المستثمرة إن يتم استثمارها في صناديق استثمار نقدية أو في أدوات دين أو صناديق استثمار في أدوات دين يعني. وهو مدير الصندوق بيبتدي يوزع بقى الأموال المستثمرة على صناديق الاستثمار بناء على العائد اللي بيجي منهم وعلى السياسة الاستثمارية ودراسات والتحليل بتاعه. العائد بتاع الصندوق ده تراكمي دوري، والحد الادنى للشراء فيه 5 وثائق. سعر الوثيقه يوم 26/6 كان 168 جنيه و64 قرش. اول عائد عرفت اوصله له في الصندوق ده هو كان 2022، ما عرفتش اجيب العوائد التاريخيه للسنوات اللي قبل كده، والعائد عليه في 2022 كان 16.75%. في النصف الاول من عام 2023 محقق لحد دلوقتي 13.64%. الشراء بيبقى عليه مصاريف 2.5 في الألف، الاسترداد بيبقى بدون اي مصاريف، وطلبات بتتقدم طوال ايام الاسبوع ما عدا يوم العمل الاخير. نيجي للنوع اللي بعد كده من صناديق الاستثمار، وهي الصناديق النقديه. والصناديق النقديه دي بتبقى منخفضه المخاطر، ما بيبقاش فيه اي مخاطره على اموال حضرتك، لانها تستثمر في ادوات ماليه ما فيش اي مخاطره فيها، زي ادون الخزانه، شهادات، ودائع، حسابات جاريه، كلها ادوات ماليه منخفضه المخاطر ما بيبقاش فيه اي خساره عليها. وسعر الوثيقه بيحصل عليه زياده يوميه ما بيقلش او بيرجع بظهره، يعني مثلا النهارده كان سعر الوثيقه 10 جنيه، بكره 10 جنيه وقرشين، بعده 10 جنيه و5 قروش، وهكذا.
مقدار الزياده اللي بيحصل كل يوم ده اللي بيختلف في اداء من صندوق للتاني، والعائد عليها زي ما اتكلمنا في اول الحلقه برضو بيبقى تراكمي او دوري او تراكمي دوري، بيبقى مزيج ما بين الاثنين. ودوري هنا زي ما اتفقنا في اول الحلقه مش عن طريق ان هو بيوزع عائد مختلف عن الزياده اللي حصلت في سعر الوثيقه، لا، اي زياده بتحصل في سعر الوثيقه ممكن يوزع جزء منها ويقلله من سعر الوثيقه ويكمل على كده. واول صندوق هنتكلم عنه هو الصندوق الرابع، وده العائد عليه تراكمي دوري، والحد الادنى للشراء فيه 5 وثائق. سعر الوثيقة يوم 3/7 كان 289.970.17 جنيه. العائد عليه في عام 2022 كان 10.36%. في النصف الأول من عام 2023 لحد دلوقتي محقق 7.83%، ده الفعل اللي تم تحقيقه في النصف الأول. متوقع بناء على الأداء ده أنه يحقق في عام 2023 15.67%. الشراء والاسترداد بيبقى يوميا قبل الساعة 12 الظهر وبدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد. أما صندوق مصر للتأمين النقدي أو الحسن اليومي فده العائد عليه تراكمي دوري، والسعر الوثيقة يوم 1/7 كان 25.80957. العائد عليه في عام 2022 كان 9.32%، في أول 6 شهور من 2023 محقق 9.77%، ومتوقع بناء على الأداء ده إنه يحقق في 2023 19.54%. الشراء والاسترداد بيبقى يوميا قبل الساعة 12 الظهر بدون أي مصاريف على الشراء أو على الاسترداد. نيجي لآخر نوع من صناديق الاستثمار وهي صناديق الدخل الثابت، والنسب الاستثمارية اللي موجودة في النوع ده في البنك الأهلي الحد الأدنى ليها 51% وبحد أقصى 100% بيتم استثمارهم في سندات الخزانة والصكوك الحكومية، والنسبة الثانية بحد أقصى 49% يتم استثمارهم في أدوات مالية قصيرة الأجل زي الودايع والحسابات الجارية وغيره من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر. الصندوق ده ما بيبقاش فيه مخاطرة عليه قوي، بس بيبقى معرض لمخاطر إعادة بيع السندات، بس بصراحة صندوق الواعد في السنوات اللي فاتت كلها ما تعرضش للمشكلة دي أو ما حصلش انخفاض في العائد بتاعه أو سعر الوثيقة بتاعته، وده العائد عليه دوري وبدون حد أدنى للشراء، وسعر الوثيقة يوم 3/7 كان 2132.172 جنيه. العائد عليه في عام 2022 كان 10.36%. في النصف الأول من 2023 محقق لحد دلوقتي 7.26%، ومتوقع بناء على الأداء ده إنه يحقق في 2023 14.53%. الشراء بيبقى آخر يوم عمل في الأسبوع، الاسترداد الطلبات بتتقدم طول الشهر وبتتنفذ في أول يوم عمل في الشهر اللي بعده بدون مصاريف على الشراء أو على الاسترداد. ده كده ببساطة جميع صناديق الاستثمار اللي موجودة في البنك الأهلي المصري والأداء بتاعها في النصف الأول من عام 2023. منتظر في تعليقات حضراتكم اي استفسارات خاصه بصناديق استثمار البنك الاهلي، وايه افضل صندوق بالنسبه لحضرتك في الفتره الحاليه ان انت ممكن تستثمر فيه. ودي كانت حلقه النهارده من المصرفي، يا رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم اشعارات الحلقات الجديده، ولو الحلقه عجبتكم دوسوا لايك واعملوا شير عشان الناس تقدر تستفيد، ولو ما عجبتكش دوس ديسلايك وقول لي سبب في التعليقات، يهمني ان انا اعرف راي حضرتك. واشوفكم على خير، محمد رجب.